أعزائي المشاهدين، ويتجدد معنا ومعكم اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. شعرنا في برنامج همسة مواطن مش بنعرض المشكلة بس، لا احنا بنعرض وأيضا بنلتقي بالمسؤول. قبل ما نروح لموضوع حلقتنا برحب بزميلتي، أهلا بك يا دينا. أهلا بيك يا أستاذ أشرف، برحب بكل مشاهدي قناة الصحة والجمال وبالأخص برنامج همسة مواطن. النهاردة هنعرض استكمالا لمشكلة الحلقة السابقة للأستاذ خليل عزيز، وطبعا هنعرض لكم التقرير اللي نزلنا بيه وتوجهنا لرئيس مجلس مدينة ساحل سليم في أسيوط عشان يقول رأيه في المشكلة كحد مسؤول ومختص. زي ما قلنا لكم طبعا احنا دايما بنتواصل مع المسؤولين، وعرضنا مشكلة عم عزيز وتواصلنا بالفعل مع المسؤولين ورحنا محافظة أسيوط والتقينا بالسيد رئيس مدينة ساحل سليم أستاذ أسامة، وأعدنا تقرير معاه أعدته لنا الزميلة دينا. نروح للتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. ولسه مكملين معاكم في برنامج همسة مواطن الحلقة السابقة ومشكلة أستاذ خليل عزيز. توجهنا لمدينة أسيوط بناء على دعوة من السيد رئيس مجلس مدينة ساحل سليم بويت بأسيوط. أستاذ أسامة سحيم هيكلمنا النهاردة عن مشكلة خليل عزيز ووجهة نظره وبحثه في المشكلة دي. حابين نسأل حضرتك عن وجهة نظرك في المشكلة اللي سمعتها معانا في الحلقة السابقة من همسة مواطن. هو أنا أولا بحب أرحب بحضرتك في ساحل سليم، حضرتك نورتينا وشرفتينا بالمركز. احنا بالنسبة لمشكلة خليل اللي حضرتك نوهت عنها دي، ان شاء الله احنا عندنا في ساحل سليم ترجع القصة دي بتقع في عزبة الحبيشة، عزبة تابعة للوحدة المحلية لقرية بويط مركز ساحل سليم، ودي بتقع على النطاق الجنوبي ما بين لمركز ساحل سليم، ملتصقة بمركز البداري مباشرة. طبعا المشكلة دي ليس وليدة اللحظة، دي الصول اللي خليل نوى عنه ده مبني قبل عام 2017. طبعا كانت حضرتك عارفة كانت الأمور بتدور بسرعة عشوائية. طبعا إلى أن صدر القانون 144 لسنة 2017 وابتدينا اللي هو قانون التقنين حضرتك، وابتدينا نتلقى الوحدات المحلية تتلقى طلبات من المواطنين. المواطن اللي هو المشكو في حقه ده قنن أرض، طبعا هو من حقه ان هو الحصول على طريق، احنا هنفحص الكلام ده، ولو كانت في حاجات قديمة ممكن يتم تداركها عشان المواطن يوصل لمكانه بارتياحية، احنا ان شاء الله هنقوم بيها مع رئيس الوحدة المحلية بقرية بويط ومع المختصين بأملاك الدولة. لكن انا بحب انوه لحضرتك برضو، بضيف لك ان برضو خليل لي طريق من الناحية الإبلية لمنزله ده بيصل ليه، وبرضو احنا هننزل على الطبيعة مع المختصين وان شاء الله يكون هناك حلول جذرية للمشكلة ان شاء الله. يعني افهم حضرتك لما قلت حضرتك ان السور ده اتبنى قبل 2017 كان لا يخضع للقانون الحالي. القانون الحالي اي حد بيقدم على الطلبات دي بيتم الرفض زي ما احنا فاهمين، قبل كده طبعا كان بيتم البناء عشوائي زي ما حضرتك نوهت لده. حضرتك فعلا هو كان خليل نوه في الحلقة اللي فاتت ان هو ليه فعلا مدخل من الناحية القبلية، بس باب صغير قوي لا يصلح للتعامل الادمي زي ما بنقول. وحضرتك زي ما وجهت دلوقتي ان احنا هننزل نعمل معاينة للمكان، ولو ده بيقع الضرر على خليل هيتم حل الموضوع من قبل مجلس المدينة حضرتك رئيسه، وحضرتك ها تتولى المشكلة دي شخصيا.
ان شاء الله حضرتك بالضبط كده حضرتك استوعبت الموضوع كويس خالص. احنا في مباراه فخامه السيد رئيس الجمهوريه حياه كريمه، مباراه تطوير الريف المصري، منزل مركز ساحه السليم، نازل عزب وقرى في التوسعات ومخططات. ان شاء الله احنا كل البيوت القديمه دي بيتم تقنين وضعها، وبيتم من خلال الهيئه العامه للتخطيط العمراني بيتم عمل شوارع من خلال بتبقى باشراف المحافظه. فدي كل المشاكل دي اللي كانت وقع فيها الناس قبل كده مش هتكون موجودة على الإطلاق. طبعا احنا نزلنا كل القرى من خلال مهندسين متخصصين بالنسبة للقرى والعزب، وجاري عمل التوسعة، وان شاء الله يعني الموقع ده يكون محل اعتبار، وكل العزب يعني بيتم في التخطيط الجديد بيتم تدارك كل هذه الأخطاء اللي كانت بتحدث في الماضي من الأمور العشوائية والامور النفسيه ما بين المواطنين، ما بين احنا ان شاء الله يتم رفع هذا الكلام تماما وتوثيقه من خلال الهيئه العامه للتخطيط العمراني ويكون محل اعتبار. وبرضه يعني احنا نحب نقول لصاحب المشكله الحاج خليل الاستاذ خليل، يعني نحب نقول له ان شاء الله مشكلتك محل اعتبار وهيتم تقديم كل ما في الوسع لتحقيق الامن والحياه الامنه وتحقيق الاستقرار بالنسبه ليك ولكل المواطنين بالعزبه من خلال منهجيه وتقنين اوضاع الشوارع بالمكان ان شاء الله، وهيكون الامور احسن بكتير مما هي عليها الان ان شاء الله. ننتقص فرصة وجودنا دلوقتي في ساحل سليم ونسأل حضرتك ايه الانجازات اللي موجودة دلوقتي في ساحل سليم بعد تولي حضرتك منصب رئيس مدينة ساحل سليم؟ بحب اوضح لحضرتك ان الحمد لله يعني مركز ساحل سليم من اوائل المراكز اللي حظيت بمبادره فخامه السيد رئيس الجمهوريه تطوير الريف المصري حياه كريمه. المبادره دي اسلجت قلوب المواطنين بالمركز، المبادره دي لبت كل احتياجات المواطنين. يعني احنا لو هنتكلم عن الانجازات الجاريه بمبادره فخامه السيد رئيس الجمهوريه، تم عمل طرق محورية بتربط القرى بالعزب بالطرق الرئيسية، عمل 9 كباري بالنسبة للمركز والمدينة، تم عمل محور أبو تيجار العمل بمحور أبو تيج ساحل سليم. بالنسبة لجميع البنية التحتية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي تم جاري العمل فيه في المبادرة الرئيسية، والتلفونات كله ده بيتزامن مع تبطين الترع، عندنا 43 كيلو جرى تبطينهم، عندنا 9 وحدات صحية إحلال وتجديد، وإنشاء مركز طبي وإنشاء مستشفى مركزي بالنسبة للأمور الصحية فيما يتعلق بالصحة. ساحل سليم أصبح تحقيق النموذج الصحي الشامل. بالنسبة للمدارس تم صيانة عمل صيانة لكل المدارس اللي محتاجة للصيانة، وتم انشاء مدرسه ثانوي وعدد 6 اجنحه بالنسبه للمدارس بتخدم العمليه التعليميه. كل هذه تم بعد كل هذه سوف يتم عمليه التجميل وعمليه الرصف. احنا عندنا جهاز التعمير مع هو بالنسبه هو اللي ماسك ملف تطوير الريف المصري بساحل سليم، فكل اعمال البنيه المركز يحظى بكل الأعمال من البنية التحتية وما يخص التعليم وما يخص الصحة. يعني احنا عندنا مستشفى مركزي ظلت من 2017 مهدومة، لا يوجد الدعم المالي إلى أن جاءت المبادرة الرئيسية العملاقة، وتم بالفعل جاري حاليا إنشاء المستشفى، تم تطوير مستشفى حماية الشامية. جميع في عمل في كل المجالات اللي حضرتك، برضو في المجمعات الخدمية تم عمل 3 مجمعات خدمية في قرية بويط وواحدة وقرية الشامية وقرية العونة. مراكز شباب تم عمل 4 مراكز، إنشاء 4 مراكز شباب وتطوير 6 مراكز بمركز بنطاق مركز. جميع ما تتخيليه حضرتك من كل ما يخص المواطن وما يخص
الشباب وما يخص السكن، العمارات السكنية عندنا 9 عمارات جاري إنشائهم فيما يخص سكن لأولي الاحتياجات بالمركز الذي توفر لهم سكن. فاحنا الحمد لله يعني المركز المبادرة الرئيسية شملت كل احتياجات المركز ومتطلباته. نهاية بعد الأعمال بيتم الرصف ورصف الطريق، وبالفعل تم حصر الطرق من ساحة سليم من جهاز التعمير، وإن شاء الله عقب الانتهاء من البنية التحتية والغاز الطبيعي والصرف الصحي سوف يتم استدراك كل هذا الكلام بالرصف ثم التجميل وخلافه. أستاذ أسامة بنشكرك طبعا على تعاونك معانا وتوجهك لينا وتوجهاتك وبحثك في الموضوع بشكل جد جدا، وبناء على أوراق رسمية احنا اوريدي اطلعنا عليها. وطبعا من موقعنا هذا بنشكر حياة كريمة على تعاونهم معانا، وبنشكر سيادة الرئيس على التقدم في جميع المحافظات بالشكل الهائل ده وعلى جميع الأصعدة والخدمات. واستنونا هننزل مع بعض التقرير الميداني لبحث المشكلة على أرض الواقع. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا التقرير اللي عدتهمنا الزميلة دينا أبو العيلة مع السيد رئيس مدينة ساحل سليم، وطبعا تطرقنا لمشكلة عم خليل، وطبعا البناء اللي هو يعتبر بناء بدون ترخيص وغلق شارع، وكان في استجابة من السيد رئيس مدينة ساحل سليم. الأستاذ أسامة سحيم هيكون معانا دلوقتي في مداخلة في البرنامج عشان يقول لنا التطورات اللي تمت بعد لقائنا بيه في ساحل سليم، وإيه اللي تم بعد ما نزل وعمل معاينة ميدانية للمشكلة. وطبعا زميلتنا العزيزة احنا معانا حلقة إنسانية، بعد ما مخرجنا يحضر لنا المداخلة مع السيد رئيس المدينة اللي طبعا انا بشكره على استقباله لينا، وقد هو راجل يعني مثقف وراجل عنده رؤيه، وان شاء الله حاجات كتيره اتعملت، تطلعنا على حاجات كتيره اتعملت في ساحل السليم، ووعدنا ان شاء الله ان احنا نتابع معاه، ووعدنا ان المشكله هتتحل. مساء الخير يا باشمهندس اسامه. استاذ اسامه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا. اهلا وسهلا يا فندم. احنا كنا عايزين بس نتابع مع حضرتك الموقف بتاع مشكله الاستاذ خليل عزيز لما حضرتك نزلت المعاينه الميدانيه، حابين نعرف من حضرتك ايه ملابسات المشكله. وانا بحب اوضح لحضرتك، هو المنزل لما انا نزلت ميداني طبعا خدت المتغيرات المكانيه والاداره الهندسيه واملاك الدوله والنائب ورئيس الوحده المسؤولين عن المنطقه. طبعا احنا وجدنا ان المنزل بتاع الاستاذ خليل منزل غير مأهول بالسكان، يعني هو مش مسكون فيه، تم بناؤه بصوره عشوائيه، نفس القصه المشكو في حقهم، المنطقه غير منظمه، عزبه ما دخلتش حيز عمراني معي، بالتالي ما لهاش معالم شوارع على الطبيعه. الشارع المنزل ليه شارع من الناحيه القبليه داخل فيه جميع انواع المرافق. لا بس يا فندم الشارع من الناحيه القبليه تقريبا مترين، يعني لو حصلت البيت والسكن وحصلت اي كارثه ما يعرفش حتى عربيه مطاف تدخل. احنا بنتكلم على التنظيم، لان احيانا بنبقى متعرضين للمخاطر، نيجي لا قدر الله حصل اي مشكله، شارع مترين معروف ان في التنظيم للشوارع الشارع في القرى ما بيقلش عن 6 متر، لكن احنا الشارع عرضناه قبل كده معانا اللي هو اخوه بيقول ان الشارع 2 متر فقط لا غير. استاذ اشرف انا عايز اوضح لحضرتك ان النزول على الطبيعه، وانا نزلت ميداني على الطبيعه فانا ادركت الموقف يعني غير حضرتك من المكتب، هو الشارع مش 2 متر خالص، ده بالعكس، ده هو الشارع اللي من الناحيه البحريه ده مش موجود اصلا، لان زراعات على طول، الزرعه اللي مواجهه للبيت على طول قدام البيت على طول قدام البوابه دي زراعه على طول، زراعه احد المواطنين اللي متقدم للتقنين عندنا بغرض الشراء، اللي هو هاني شاكر اللي هو متضرر ايضا من غلق شنوده للشارع او المكان او بناؤه او تعدى على القطعه املاك الدوله.
اللي هي لا قدام ما منزل نعرفش، شنوده. انا ما اعرفش اذا كان متضرر ولا لا. ما ك... هو هو لا، هو اللي يبقى بيديني، معانا انا في طلب اتصال، هو اتواصل معانا مع اسره البرنامج، وهو يبقى معانا في مكالمه، وهو برضو احد المتضررين. تمام، بس انا وضحت لحضرتك ان المنطقه غير منظمه، غير حضرتك منظمة. يا يعني استاذ اسامه كنت ذكرت ان كان، ان حضرتك قلت ان ده مش داخل في ضمن مخرجنا التخطيط. مخرجنا حضرنا كمان هاني شاكر معانا، وحضرتك هتسمع منه ان هو فعلا متضرر، وان القطعه دي كانت ارض املاك دوله وهو سايبها، وان شنوده تعدى عليها. وبعدين حضرتك احنا يمكن احنا ملاحظين ان المشكله عائليه، عشان كده يمكن احنا ما رضيناش ننزل ونصور وناخد اراء الناس. برافو لان عليك دي بين اخين بالظبط كده. هو في ولكن احنا في حضرتك لجنه الاملاك، الاستاذ المسؤول عن لجنه الاملاك، للاسف المبنى اللي عند حضرتك بشهاده الشهود اللي تواصلوا معانا، المبنى ما كملش اكتر من سنه. السيد مدير الاملاك بيقول المبنى من 2017، للاسف التعدي ما كملش اكتر من سنه. يعني عشان النقطه دي يا استاذ اشرف، احنا خدنا، انا عارف ان حضرتك نزلت، وعارف ان حضرتك انا لسه بتكلم دلوقتي بقول ما شاء الله صاحب فكر ورؤيه لتطوير ساحل سليم، وكل الناس بتشكر في حضرتك، لان انت فعلا حد مثقف جدا. احنا من زيارتنا كنا مبسوطين جدا جدا بلقائنا مع حضرتك. طب استاذ اسامه، حضرتك ممكن بس سريعا كده تقول لنا ايه الحل الجذري اللي هيتم، او الخطوات اللي هنمشي فيها عشان نحل مشكله عزيز؟ هو بالنسبه لمشكله خليل عزيز، هي طبعا الاستاذ اشرف طبعا اشار وهو مدرك المشكله تماما، ان هي مشكلة عائلية أكثر من إن هي تكون مشكلة على أرض الواقع تخص مجلس المدينة. فطبعا أنا يعني بدخل عناصر شرطية معايا، لأن 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 إحنا حاولنا مع الحل الودي معاهم، وفعلا قعدنا معاهم. طيب إحنا كمان حضرتك معانا الأستاذ هاني شاكر، أحد برضه اللي هم ليهم قطعة والمتضرر من غلق شنودة للمكان. ألو؟ ألو، السلام عليكم. الله وبركاته. يا عم هاني، امورنا مع الباشا. انت طبعا ليك مكان او ليك ارض، ويمكن لما تواصلنا مع حضرتك انت احد المتضررين، وقلت ان المكان ده كان مساب زي شارع، وان شنوده تعدى عليه. تمام يا باشا. انت متضرر ايضا من المكان ولا ايه النظام؟ يا باشا، ده اساسا اللي عمله شنوده ده كان انا سايبينه احنا شارع، فجاه بعد شهرين ثلاثه كده، انا بالنسبه اني مش قاعد في البلد، لقيت شنوده بنيه، وهي اساسا ده شارع لاخوه شرقيه على طول، لان الشارع هينفد، ما نفدش النهارده هينفد بكره. لو الارض بتاع حضرتك اللي انت مقدم عليها تقنين، نعم، يبقى ملهاش منفذ. امرض يا استاذ. طيب اتفضل يا باشمهندس. استاذ اسامه، اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. هو بيقول ايه؟ بيقول ان انا ده كان شارع، وده في مستقبليا كده كده هيتفتح شارع، لان هو مقدم على تقنين ومالوش منفذ غير المكان ده. هو انا الرد بتاعي اللي انا فهمته من الاهالي هناك، ان هو في اتفاق بين خليل ما بين هاني ده، ان هاني ده هيتاجر المكان بتاعه الغير مأهول اللي ما ينفعش ان انا اقننه له، والارض اللي هو بينوى عنها هاني ده دي مرفوضه بالتقنين، بالنسبه لان هو اصلا مبورها، مش زارعها حاليا دلوقتي. ولكن لو دخلت سيادتك راجل ميداني، ولكن لو دخلت الكورديون هيبقى لازم ليها شارع وليها منافذ. يا فندم، هو تقريبا احنا داخلين على تخطيط عمراني جديد لكل القرى والعزب، وهيبقى فيه كورديون. صحيح، هو بس احنا مش عاوزين المصالح الخاصه تغلب على المصلحه العامه، دي رؤيه الدوله. ورؤية الدولة بتبقى من ضمن منظومة الدولة، كما زي ما اخترت حضرتك استاذنا، ان هيئة التخطيط العمراني هي اللي بتخش تخطط الكلام ده، ما يبقاش المواطن هو اللي بيخطط بناء على هوى نفس او بناء على مصلحة، لان انا مش في حاجات لا يتوج المكان لتكرارها. يعني حضرتك انا ليه عتاب على مسؤول الاملاك، دي تعتبر متغيرات وتمت انشائها حديثا بعد 2018، بعد القانون اللي بيقول ان اي حاجه تتبني على ارض املاك دوله يتم ازالتها في المهد. اذا السيد مدير الاملاك كان مغمض عينه لما بيقول لي ده من 2017. انا بصراحه يا فندم مدير الاملاك ليا تحتيه كده علامه على الموضوع، لان الاهالي كلهم قالوا ليها سنه، هو قال قدام حضرتك من 2017
انت حضرتك مشكورا نزلت، وانا عارف ان انت هتراعي ضميرك الانساني، وعارف ان حضرتك باذن الله هتحلها. اوضحها لحضرتك، هو انا تقرير المتغيرات المكانيه موجود قدامي، هو المكان ده بدا بالفعل لحد منتصف في غضون عام 2016 بدات المباني لحد المنتصف. المواطن الشنوده قام بتعليه السور في 2019 حتى منسوب السقف، وقام بالتعريش في انت حضرتك في جزء كان قديم كان قبل 2017 كمان، في جزء كان 2016 القديم اللي هو المنزل يا فندم، القديم اللي هو المنزل لا يا فندم، في البلوك حضرتك، وانا هبعت لك تقرير المتغيرات على الواتس عند حضرتك. احنا بنتمنى حضرتك السور ده نفسه. طيب بنتمنى يعني ان حضرتك تحل لنا الموضوع، وده خلاف يعني النهارده هاني وخليل، وفي بعد كده ناس، لو المكان دخل حيز كده كده المكان ده هيزال، فيا ريت الموضوع يتحل من خلالكم من خلال حضرتك، واحنا عندنا ثقه في حضرتك يا باشمهندس. استاذ اسامه، خلاصه القول هنقول ان حضرتك قلت من 2019 تم التعريش وامتداد السور اللي هو يخضع للقانون، لان القانون من 2019. وده في اجراءات في اجراءات سوف يتم اتخاذها تمام من قبل مسؤول املاك الدوله بهذا الصدد، ولكن انا بحب اوضح ان هي نخرج المصلحه الخاصه، واحنا كلنا طبعا مع المصلحه العامه في مصلحه المواطن ان شاء الله. احنا بنطرق بالحل وبنطرق ابواب الحل بكل يعني الحلول اللي بترضي المواطن، لكن احنا برضو مش بنمشي على هوا المواطن في كل الاحوال، لان مش كل الاحوال تبقى صح. بنشكرك وان شاء الله احنا متابعين معاك، وبنشكر برضو المعلم هاني او الاستاذ هاني، بنشكرك. خلاص رسالتك وصلت للسيد رئيس المدينه، بنشكركم واحنا متابعين المشكله مع السيد رئيس مدينه ساحل الشتيليم. بشكركم زميلتي العزيزه، يعني احنا هنتابع زي ما وعدنا، هنتابع مع استاذ اسامه المشكله بتاعتنا بتاعت خليل عزيز، وهنفضل وراها لغايه ما المشكله تتحل. واستاذ اسامه مشكور، بشكرك مره تانية على الهوا مباشره على استقبالك لينا وعلى تفاهمك، وبشكر طبعا سياده الرئيس على ان هو بيولي كفاءات زي استاذ اسامه، ناس فعلا بتجيب حق المواطن، وناس فعلا بتعتمد على التقرير الميداني في وسط الاهالي، مش بس من جوه مكتب قاعد على مكتب بتابع وبشوف واوراق وبس، لا من طيب ضمن الشارع زي ما بنقول. ومعانا دلوقتي حاله انسانيه هنقدمها لكم، بنناشد فيها وزير الصحه، حاله طفل اسمه محمد ووالدته استاذه كريمه فتحي. يعني ملخص الموضوع ان الطفل ده بيعاني من منذ ولادته بشبكه لحم في الحنجره والاحبال الصوتيه، وتم عمل عمليتين لدى مستشفى ابو الريش، والعمليتين ابائه بالفشل، والطفل دلوقتي مركب جهاز تنفس زي دعامه في الحنجره عشان يقدر يتنفس. طيب او يتكلم. زميلتي العزيزه، دعينا يعني نتعرف اكتر من الموضوع من البدايه، من والده الطفل محمد. حضرتك هتحكي البدايه بدات ازاي والمرحله وصلت، مرحله محمد وصلت ازاي؟ هو مولود عنده شبكه لحم في الحنجره والاحبال الصوتيه، عمل عمليه ما نجحتش، رحنا تاني نفس السنه عملنا عمليه ما نجحتش. طيب يا ريت تظهري كده ده جهاز التنفس، ده جهاز التنفس اللي بيتنفس منه. الجهاز ده بيتغير وبلغ ما يطلع. يعني محمد نزل ايدك، تعالى بقى، تعالى يا محمد، حاولي ترفعيه بس على الكرسي. زي ما حضراتكم شايفين هو بيكح منها ويتنفس منها وكل حاجه منه. بيتغير كل قد ايه الجهاز ده؟ كل 3 شهور. سعره قد ايه تقريبا؟ 1300. تمام. طيب اتفضلي حضرتك. وانا عايزاه يبقى زي اي عيل، يعني طبيعي، يبقى كويس، تعامل طبيعي. طب اخر حاجه، اخر راي اطباء وصلنا له كان ايه؟ والله احنا بنروحنا بيه، هو ما رحناش بعديها بقى، بعد ما قال هيقعد 20 سنه بالبتاع دي، بالجهاز ده. فهو هيروح يخش مدرسه ازاي؟ هيخش حضانه ازاي؟ انت عايزاه يعيش عيشه طبيعيه. يبقى زي العيال، طيب يتنفس طبيعي، يروح مدرسه ان شاء الله يبقى. انا مش يعني صعبان علي. طب اهدي بس، اهدي. احنا بنتوجه برساله للسيد وزير الصحه او اي استشاري كبير تخصص القسم بتاع محمد، ان احنا نحاول نحل المشكله دي، احنا عايزينه يرجع طفل طبيعي يقدر يتنفس، يقدر يعيش. وانا بطلب من مخرجنا طبعا، احنا هننزل دلوقتي رقم ام محمد،
يا ريت بنتمنى فعلا زي ما حضرتك بتقول زميلتي العزيزه ان يكون في استشاري يتبنى حاله محمد. وطبعا ام محمد عليكم كروت. ايوه عليها كروت ومش عارفه تدا. اتفضلي. الكروت كنت واخداها ليا يا ام محمد؟ كنت واخده فلوس من ناس ومضي على وصلات امانه فما عرفتش نسدها فروحت جبت كروت عشان العمليات بتاعتها. اه عشان العمليه وبيحت عفش بيتي بحاله يعني انا ساكنه في بيت تنزل عليا الاميه منه. انت مقيمه فين دلوقتي يا ام محمد؟ في المنوفيه. محافظه المنوفيه. اه قريه ايه يا فندم؟ هي الخطبه بعد الخطبه على طول. قريه صغيره يعني. اه فمش عارفه نعمل اي حاجه. مساعد مؤجل بس اهدي وان شاء الله محمد هيبقى كويس وهيرجع طبيعي واحنا معاكي. حضرتك مساعد مؤجل ما تعيطيش. خلاص اهدي ان شاء الله احنا معاكي. ونتمنى من السيد وزير الصحه تبني حاله الطفل محمد. واحنا طبعا رقم الحاله زي ما انتم صعبين عليا والله. رقم الحالة هتبقى على الشاشة دلوقتي اللي يقدر يساعد أستاذة كريمة يتواصل معاها سواء بسداد القروض سواء بحالة محمد سواء استشاري هيتبنى الحالة سواء وزارة الصحة تتدخل في الموضوع ده عشان نعرف حالة محمد. اتفضلي. أو اتحبست يعني مين اللي هيراعي دوا؟ احنا معاكي ما تقلقيش وكل حاجة هتبقى كويسة ومحمد هيبقى كويس. طيب انت قلت لنا المبلغ اللي على حضرتك قد ايه؟ يعني 40,000 جنيه دي قروض واخدها. طيب هو عشان يعني انا ما دفعتش رنت على النهارده قفلت التليفون والله. طب بس يا فندم بس حضرتك نزلي بس يا فندم. اهدي بس اهدي حضرتك استاذه كريمه اهدي اهدي وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. يعني اهل الخير باذن الله. احنا سايبين رقم ام محمد على الشاشه واهل الخير كتير باذن الله حد ان شاء الله يتكفل بالمبلغ. وكمان ايضا يا جماعه محمد بيتركب له جهاز ب 1400 جنيه تقريبا كل 3 شهور. اه 1300 جنيه 1300 كل 3 شهور بيتغير كل 3 شهور. بتغيريه فين بقى؟ في ناس بتساعدني بيه عشان يجيبه له وانا نجيبه له يعني الناس تديني فلوس اجيبه له. بيتم تركيبه فين الجهاز؟ هو والده هو اللي بيركب له الجهاز ده هو اللي بينظف له هنا ويركب له الجهاز. والده شغال ايه؟ شغال يوم بيجاله شويه رمل يشيلهم شغال يوم وعشرة لا يعني عامل على باب الله. وستنا بالايجار يعني ما حدش حاجه. طب بس اهدي اهدي يا ام محمد واحنا معاكي وفي ظهرك وان شاء الله كل حاجه هتتحل وتبقى كويسه. بيشتغل بال يعني انتوا ساكنين بالايجار قلت لي ساكنين بالايجار ساكنين يعني. وصاحبه البيت كل شويه تقول لي اطلعي منها. طب هروح فين انا وعيال؟ طب البيت ده ايجاره كام؟ ايجاره ده 500 جنيه 500 جنيه. طيب احنا بنتمنى ان شاء الله برضو من اهل الخير ان هم يعني رقم حاله محمد على الشاشه بنتمنى ان حد يتكفل بايجار الاسره والمبلغ اللي هو 40,000 جنيه. لان انت ليكي كام سنه يا ام محمد بتعاني من الحاله؟ الحاله دي بتتعالج لها كام سنه؟ محمد بان من ساعه ما اتولد. هو عنده كام سنه؟ خمس سنين. بقى له 5 سنين بيتعالج. طبعا مفيش تعليم مش قادره تدخليه اي حاجه ولا اي حاجه صح؟ مش قادره لان هو بيتعامل ازاي مع العيال. انا ملاحظه ان هو عنده صعوبه حتى في التنفس يعني انا سامعه صوت نفسه وكمان ما بيتكلمش. انا حاولت اتكلم معاه كتير قبل الحلقه بس كان الموضوع صعب. هو ما بي مش قادر يتكلم. ان شاء طيب الله ربنا يعافيه وهيبقى كويس باذن الله واحنا معاكي. انا عايزه حد يتولى بيه يعني يبقى طبيعي زي العيال يبقى يعيش طبيعي ان شاء الله. من خلال برنامجنا احنا بنوجه نداء ونداء استغاثه لام محمد. محمد طفل 5 سنين ذنبه ايه يعيش كده؟ اكيد في من اللي بيشاهدونا في قلوب رحيمه. وطبعا مصر مليانه بالخير واحنا عارفين مسؤوليننا يا ام محمد مسؤوليننا مش هيسيبونا وخصوصا السيد وزير الصحه ان شاء الله مش هيسيبونا وهيبقى في استجابه لحضرتك وحالة محمد هيتبنوها. وأيضا بإذن الله أهل الخير هيسددوا لك المبلغ. بنتمنى إن شاء الله نكون رسالتك وصلت.
اتشرفنا بيكم النهارده في برنامج همسه مواطن، وهنتابع مع بعض مشكله استاذ خليل عزيز اللي لسه مستمره معانا في ساحل سليم، وهنتابع برضو مشكله استاذه كريمه ومشكله ابنها محمد. وزي ما قال زميلي العزيز، بنناشد كل اهل الخير واصحاب القلوب الرحيمه ان احنا نحاول نساعد الاستاذه كريمه في اي حاجه نقدر عليها، حتى لو في ايجار البيت، حتى لو في القروض، حتى لو استشاري متخصص في حاله محمد يتواصل معاها ونحل لها الموضوع. اهلا بيكم، وفي انتظاركم الحلقه الجايه ان شاء الله. طبعا ارقام تليفوننا للتواصل مع برنامج همسه مواطن على الشاشه، نتمنى ان انتم تتواصلوا معانا، واحنا طبعا مستمرين في تلقي اتصالكم وشكواكم. برنامج همسه مواطن.